الحاضر والماضي دائما يتواجد الأبناء بتواصل هذه الموروث الشعبي وهذه الانطلاقات الكبيرة. مشاهدينا الكرام، على بركة الله وتوفيقه يبدأ انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، شوطنا السادس بتعداد أشواط هذا المساء. انطلق على بركة الله وتوفيقه وانطلقت الأسماء الكبيرة، الأسماء المتواجدة. نتواصل مع الصدارة كالعادة مع المقدمة لنفتتح النداء مع أول المراكز. هنالك شاهين على المركز الأول، تعود الملكية سعى الشيخ محمد بن حسن على عبد الرحمن الثاني مع أول المراكز. حمد بن لزيوح المري من يدير بعملية التضمير ثاني المراكز. هنالك الضيف على المركز الثاني، الضيف ينطلق بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. محمد بن برقاب بن مقالح من يدير بعملية التضمير. ثالثا نشاهد التواجد من قبل المركز الثالث، من ينطلق بهذه اللحظات. إذن براقي ينطلق مع المركز الثالث بهذه اللحظات بشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الله الثاني مع المركز الثالث ومع هذه الانطلاقة المميزة. رابع المراكز أتابع هنالك التواجد من قبل المركز الرابع، من ينطلق بحر، تعود الملكية لسعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن عبد العزيز الثاني، عبد الله بن منصور بن أحمد من يديره بعملية التضمير. وخامسا تواجد مطرب لهجر الشحانية برفقة المضمر حمد بن علي بن حلفان المري. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة مع الصراع والقوة وانطلاق بحر مع أول المراكز أو الضيف. الضيف على أول المراكز، الضيف ينطلق مع الصدارة ومع المقدمة، ضيف دائرة الناموس ينطلق مع صدارة هذا الشوط. تعود الملكية سعى الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، محمد بن برقاب بن مقارح من يدير بعملية التضمير. المركز الثاني تواجد براك، تعود الملكية لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن الثاني مع المركز الثاني ومع أيضا تضمير بن مقارح من يقدمه مع المركز الثاني. ثالث المراكز مطرب لهجن شيحانية ومع المضمر حمد بن علي بن حلبان المري. ولكن أعود مع ضيف، الله يا ضيف، وانطلاقتي المميزة مع صدارة هذا الشوط، متواجد على الصدارة منطلق مع المقدمة بقيادة هذه الأسماء، يسيطر وأيضا يتميز بهذا الانطلاق الجميل مع صدارة ومقدمة هذا الشوط بفائق كبير عن بقية الأسماء المتواجدة. ضيف حامل شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، نهني على فوز ضيف على المركز الأول. كذلك نهني محمد بن برقاب بن مقارح المركز الثاني، براك لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن المركز الثالث. كان الوصول من قبل مطرب لهجن الشيحانية المركز الرابع، كان التواجد من رابع المراكز عجلان لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني مع الموهوب. المركز الخامس كان الوصول من قبل عديد لهجن الشيحانية وبرفقة المضمر حمد بن علي بن حلفان المري. إذا مشاهدينا الأعزاء شاهدنا هذه المنافسة الجميلة التي دارت بهذا الشوط وبهذه الانطلاقة وبانطلاقة سادس أشواط هذا اليوم. إذا نشاهد الملخص الذي نشاهده عبر شاشة قناة الريان، كذلك نشكر المخرجين الغائمين على أيضا اللقطات الجميلة واللقطات التي تدور على أرضية هذا الميدان بإخراج علي بن محمد بوشارب وأحمد السادة الذين دائما وأبدا يقدمون لنا اللقطات الجميلة التي تدور بمنافسات الهجن وانطلاقات هذه الشعارات. نشاهد الملخص ونشاهد ضيف من كان متصدرا لهذه الأسماء والمنطلق إلى خط النهاية والمحقق الناموس المميز الذي أهدى ناموس هذا الشوط لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. نهنيه على هذا الفوز المميز بتوقيت زمني وقدر دقيقتين 54 ثانية 26 زمرة الثانية. وكذلك نهني المضمر محمد بن برقاب بن مقارح ثاني المراكز. كان الوصول من قبل المركز الثاني براق، توقيت زمني دقيقتين 55 ثانية 14 زمرة الثانية. الثالث تركات لعلي بن عبد الرحمن، الثالث تركات لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن الثاني.
على فوز براك مع المركز الثاني ثالث المراكز. كان الوصول من قبل مطلب، توقيت هزيمة دقيقتين 56 ثانية 40 جزء من الثانية. التالي تبارك الهجة الشحانية، كذلك نهاني المضمن حمد بن علي بن حلفان المري.